طب القلوب ومداوات أسقامها هو أيضا على نوعين، وقائي وعلاجي. ولهذا يقول الكلام في دواء هذا الداء ومعالجة هذا المرض من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، هذا الذي هو الطب الوقائي، حسم مادته قبل حصولها هذا الطب الوقائي، يعني الأسباب التي يتخذها المرء ويفعلها حتى يسلم من هذه الأدواء. وقلت قبل قليل لو وفق الشاب في باكورة عمره لأن يقرأ هذا الكتاب المبارك كتاب ابن القيم فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون حصنا له واقيا، خاصة في زماننا هذا، فإن الشباب يتعرض في زماننا لهجمة شرسة جدا على دينه وخلقه وعفته وشرفه وأدبه، فيحتاج إلى أن يحصن نفسه. وكثير من الشباب الآن يمشي هكذا بدون أن يكون حصن نفسه، فتصيبه الأمراض، تصيبه الأدواء، تخترقه، تصل إلى فؤاده وقلبه، تضره مضرة عظيمة جدا. ولهذا الطب الوقائي مهم جدا، والأخذ بالأسباب الواقية لا يخاطر المرء، ومن كان مخاطرا بشيء فلا يخاطرا بدينه، فإنه أثمن ما يملك. ومن كل شيء عوض إلا الدين، إذا ضاع الإنسان لا يعوضه شيء، وإذا خسره الإنسان فهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. فالطريقة الأولى حسم مادته قبل حصولها، هذا الطب الوقائي. والطريقة الثانية قلعها بعد نزولها، وهذا الطب العلاجي. قلعها بعد نزولها هذا الطب العلاجي. فإن كان إن كانت وقعت وابتلي المرء بها فهذا له نوع من العلاج، وإن كانت لم تقع بعد فهناك علاج يعتني به المرء فيكون واقيا له بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الأدواء. هل هذه الأدوية التي يتحدث عنها أمرها عسير صعبة؟ قال كلاهما، يعني الطب الوقائي والعلاج لهذا المرض، يسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر أمورنا والمسلمين، يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله. فرجع الأمر إلى التفويض والتوكل والاستعانة وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى.